كيف نرتقي بهممنا؟ الحقيقة العلم وحده يرقى بهمتك. يعني أيام نسهر مع بعض الإخوة الأطباء، في طبيب تقدم له بعض الحلويات يرفضها أشد الرفض. يعني مرة عاتبوه قال والله أحبها أكثر منكم، أما أنا عملي بجراحة القلب، حينما أرى الشرايين كلها مسدودة وكل واحد حينما يفاجأ بالقسطرة أنه في خمس شرايين مسدودة من الدسم، من المواد الدسمة، فبيكره الحلويات كراهة عقلية. فمعناها لما إنسان يكون علمه عالي، العلم يدفعه إلى حب وكراهية جديدتين، في حب حسي وكراهة حسية. الأكل الطيب طيب، بس في أكل صحي، الأكل الصحي أقل مذاق من الأكل المؤذي، فالإنسان بعقله أحياناً بيكره شيء. الأيام طالب هدفه يأخذ الأولى في الجامعة، بيلغي السهرات، بيلغي النزوهات، بيلغي اللقاءات، أشياء محببة، لكن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فمن أين تأتي علو الهمة؟ من العلم. أيام تلاقي الطبيب بيعقم الخضروات تعقيم غير معقول، أنه أنت علمك غير علمه، وقد ما حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن عدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار ببالغ بغسلة. فتأتي علو الهمة من العلم. لذلك قالوا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، طبعاً لا شك أن همه بها غير همها به، همت أن تغريه، أما هم بدفعها. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أنه هم بها، يعني بدأ بالاستجابة لها مستحيل. ولقد همت به وهم بها، همه بها غير همها به، لأنه ولقد راودته عن نفسه قال فاستعصم. الواحد لو شاهد أفعى بغرفة، هي همت أن تلدغه وهم بقتلها، همه بقتلها لا بالاستجابة لها، مستحيل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في تفسير لطيف جدا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لذلك إخواننا الكرام، أخطر شيء بحياتنا الرؤية. الرؤية هل الذي يسرق ماذا رأى؟ في سبع أشخاص سرقوا من يبرود صائغ وأخذوا الذهب وقتلوا، وبعد أعتقد شهر شرقوا جميعا في المكان نفسه. هم حينما أقدموا على سرقة هذا الصائغ وقتله، هل رأوا أنهم سيشنقون هنا؟ لا لا، رأوا أنهم سيغتنون. إذاً كل الخطر بالرؤية. ماذا ترى؟ دقق الآن. المؤمن يلقي الله في قلبه نوراً يريه الحق حقاً والباطل باطلاً. أقوى آية به المعنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. يعني أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم ملك رؤية صحيحة، رؤية صحيحة. لذلك لا شيء يرفع همتك، لا شيء يقوي إرادتك كطلب العلم. بالعلم تعرف الخير من الشر، والحق من الباطل، وما ينبغي وما لا ينبغي. إذاً ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني إنسان أيام يعرض عليه مبلغ فلكي مقابل أن يكتب الوفاة الطبيعية، هي الوفاة جريمة، أيام بيقول له 50 مليون،
إذا من وفاته جاء 1000 مليون يدفعوا 50 مليون. فالمؤمن لو 100 مليون عنده رؤية لا يمكن يتكلم بغير الحق، غير المؤمن تضعف همته يدفع ثمن عمله. مرة كنت آتياً من حلب في أيام الشتاء القارسة والأمطار كأفواه القراب، وجدت رجل يمشي يركض في العدوي في الشارع. قلت الشام فيها 5 ملايين، معظم سكان الشام جالسين حول المدافئ يأكلون ويشربون، هذا كم هي القناعة في ذهنه حتى في هذا الوقت العصيب في الأمطار الشديدة يمشي ويركض. في رجل اسمه جيفري لانغ، هذا أكبر ملحد بأمريكا، أستاذ الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو. ففي أستاذ له أرسل له طالبة شرق أوسطية في أيام الصيف الحارة محجبة حجاب كامل وتحضر دكتوراه في الرياضيات. فبيقول هذا جيفري لانغ الملحد، قال هذه الفتاة بهذه الثياب في عندها قناعات بأعلى مستوى، جعلتها ترتدي هذه الثياب مع أن كل الفتيات شبه عرايا. قال تهيبت أن أحدق في وجهها، ورغبت أن أقدم لها كل خدمة، وعكفت من يومي على قراءة القرآن، لكن بنية أن يرى الأخطاء. وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اتصل بصديقه موريس بوكاي بفرنسا، قال له أنت ألفت كتاباً تقول إن القرآن كتاب مقدس، تفضل هي خطأ، فكيف هذا الذي كيف فرعون نجاه الله ببدنه؟ فأجابه موريس بوكاي، قال له هذا الرجل رممت جسده بنفسي، هذا أرسل من القاهرة إلى باريس لترميم جثته، هذا فرعون موسى الذي مات غرقاً وآثار الملح في فمه. فهنا أيقن أن هذا كلام الله، والآن من كبار الدعاة بأمريكا. لذلك قالوا استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. كان أكبر ملحد هذه الفتاة المحجبة، قال في عندها قناعات متميزة حتى لبست هذه الثياب. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما تكون قناعاته عالية جداً يسلك سلوك مختلف عن بقية الناس. إذاً أحد أكبر أسباب علو الهمة العلم. الآن في عندنا سبب آخر، كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً. في أهداف محدودة، أهداف تنتهي. هدفه الأكبر شراء بيت، اشترى بيت. هدفه الأكبر يتوظف، توظف. هدفه الأكبر يصير غني، صار غني. الأهداف الدنيوية لا تجعل للإنسان ذا همة عالية، أما أهداف كبيرة، لو واحد أراد أن يقدم لأمته شيئاً، أن يحل مشكلة أمته، في مشاكل البطالة، مشاكل العنوسة، مشاكل الجهل، مشاكل الانحراف، فإنسان أراد أن يحمل هم أمته، فكلما كان همه كبيراً كانت همته كبيرة. أخواننا الكرام، المقولة الرائعة علو الهمة من الإيمان. لذلك صاحب أصحاب الهمة العالية، لا تصاحب أصحاب الهمة الدنية. أيام تعيش مع واحد إيمانه قوي بشجعك، تتوق أن تكون مثله، تتمنى أن تفعل الخير، تتمنى أن تحفظ كتاب الله، تتمنى أن تكون داعية إلى الله. صاحب أهل الشهوات تثبط عزائمك، تشتهي أن تكون في معاصيهم. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مرة أخ أثناء الدرس على خلاف المألوف وقف، قال لي نسمع الدرس نكون بحالة مريحة جداً، نغادر إلى البيت
نعود إلى ما كنا عليه، أين المشكلة؟ الله ألهمني جواب مختصر، قلت له غير الطقم تبعك، بدك تغير طقم الأصدقاء، ما دام عايش مع أناس ماديين دنيويين شهوانيين بيثبطوا لك كل عزايمك، كن مع المؤمنين. وأنا أول ما أسأل عن هالموضوع، الواحد سألني على الهاتف أنه أنا عندي مشكلة، بقول له صاحب المؤمن لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي، وبقول له الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذاً صاحب أصحاب الهمة العالية. شيء آخر من علامات أصحاب الهمم العالية، الدنيا عندهم صغيرة ليست كبيرة، يعني ما له مستعد يعصي الله لو تعطيه مليار، الدنيا صغيرة صغيرة أمام طاعة الله عز وجل. شيء آخر، أصحاب الهمة العالية لا يتأثرون بالبيئة إطلاقاً. هلأ نحن أحياناً تلاقي نساء المسلمين تحت رحمة مصمم أزياء فرنسي، وقد يكون يهودي، تحت رحمة مصمم أزياء، أي تصميم للأزياء يتبعه نساء المسلمين، هذا من ضعف الإيمان. أما قوي الإيمان يتحرك بقناعاته، ترتدي المرأة المؤمنة الثياب التي ترضي الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان، أو ممكن أن يقابلها قوة الإرادة. قوة الإرادة تحتاج إلى هدف كبير وإلى علم غزير، والحمد لله.